عالم تكنولوجيا مشاهدي دائما يبهرنا بالجديد، ومثل ما قلنا قبل شوي موضوع فقرتنا اليوم شيق ومهم، وراح نتعرف في البداية على أو عن انترنت الأشياء، ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل خلينا نتابع هذه المعلومات عن هذه التقنية. صحيح. أو نفهمها شوي. نرحب ضيفنا عبود خضر شاه الخبير التقنية، هلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. هلا عبود، حياك الله، منورنا. هلا والله. أول شيء عبود اشرح لنا بشكل بسيط إيش هو إنترنت الأشياء. إنترنت الأشياء هو مفهوم جديد للإنترنت، بحيث بيسمح لأجهزة عديدة تتواصل مع بعض عن طريق مشاركة البيانات وأخذ قرارات بناء عليها. هذه التكنولوجيا صارت بتسمح للإنسان بشكل عام يتواصل ويعطي أوامر للأجهزة اللي حوله، إن كانت جهاز أو سوفتوير، لتقوم بمهام عن خلال هاي الأوامر. المفهوم طبعا واسع وعريض، لأنه بيشمل صار كل أنواع الأجهزة المربوطة على الإنترنت ببروتوكول. أي شيء مربوط على الإنترنت هو جزء من تكنولوجيا إنترنت الأشياء، وهذا هو المقصود فيه بالأشياء. الأشياء بشكل عام هو أي شيء مربوط على الإنترنت. مثل الكاميرات، الحساسات، أو أجهزة الاستشعار، أو ممكن تكون سوفتوير ذكاء صنعي. طبعا المبدأ عم يمتد ليشمل مفهوم أوسع، مثلا تربية الحيوانات الأليفة اللي بدها أجهزة تتبع، مثل ما بيتبعوا الحيتان بالمحيطات، فهي تعد من منظومة إنترنت الأشياء. إذا بدنا نروح شوي لموضوع الخيال العلمي والإنسان ودمج الإنسان بالتكنولوجيا، الإنسان نفسه هو صار شيء من أشياء الإنترنت، مثل ما بنلبس ساعة ذكية إلى عنوان على الإنترنت، فيهم يعرفوا نبضات القلب، كمية الكالوريز اللي بنحرقها، وين نحن موجودين، مشاركة المعلومات مع السيرفر، والسيرفر بيعطينا إمتى لازم نوقف، إمتى لازم نفيق، شو اللي لازم ناكله، كل هذا جزء من منظومة إنترنت الأشياء. يعني منافعها كثيرة. منافعها بتمتد فعليا حتى للبنى التحتية. القطاع الطبي بشكل خاص بيعتمد على إنترنت الأشياء، مثل أجهزة تنظيم دقات القلب أو أجهزة تنظيم معدلات السكري، دائما بتتواصل مع الأطباء من دون علم المريض. لتخبر الطبيب قديش في عندي اليوم منسوب سكري بجسم المريض، أو قديش ضربات القلب أو معدلات الضغط. طيب هل لها استخدامات أوسع من كذا؟ نعم، إنترنت الأشياء بتمتد للصراحة لحتى شغلات عديدة جدا، مثل التنبؤ بالأرصاد الجوية. الأرصاد الجوية بيعتمدوا كتير على إنترنت الأشياء، بحيث أنه بنستقبل معلومات من أبراج ممتدة على مساحات جغرافية واسعة. بشكل سريع، مع تحليل بياني سريع للمعطيات، والتنبؤ بالطقس بشكل عام. احنا في عندنا تقنية ثانية راح يكون لنا حديث أيضا عنها، فنتابع. صحيح. ونفتح. اليوم يعني عندنا موضوعين عبود راح نتكلم عنهم، تكلمنا عن إنترنت الأشياء، وبنتكلم عن التطبيق اللي ممكن نعطيه إشارات وهو يرسم. صحيح، تطبيق دريم اللي هو حديث الساعة على الإنترنت. راح يسوي ثورة فنية. لأنه بيعتمد التطبيق على إنتاج لوحات بتعتمد الفن السوريالي بيسموه، أو الفن الغريب. بناء على معطيات المستخدم بيحطه كيف بيحس، فممكن أنا أقول أشعر بالسعادة لأني أسكن في الجبل، والذكاء الصنعي بيعمل لوحة فنية سوريالية وحيدة من نوعها بتخصك، بتعبر كتير عن الشيء اللي أنت حطيته كمدخل. أو الجملة اللي أنت بتحسها. والتطبيق نفسه تطبيق عم يعمل ثورة هلأ بعالم الرسم، أو الديجيتال بينت بيسموه، لأنه بيحتوي على مكتبات واسعة جداً من الألوان والصور السابقة، وبيقدر بيفهم وبيحلل نحن كبشر شو العواطف اللي منحطها بجملة. وكيف نقدر نخلق منها لوحة فنية وحيدة من نوعها. الله يروع هذا. الله حلو، بس ما راح يزاحم يعني الفنانين اللي يرسمون تعبون على رسمه. خلي يزاحم. خلي يزاحم. لا، وخصوصا هذا يعني
يترجم الجمل المشاعر والمشاعر يعني خاصة الناس اللي ما يعرفون يرسمون يمكن هو يترجم لهم مشاعرهم. طبعا الإنسان بيتواصل مع رسمته حسب هو كيف حط فيها مشاعر وبصير بتواصل معه فكريا. نعم. كيف ممكن نستفيد منه أكثر هذا التطبيق؟ هلأ التطبيق هذا بشكل عام عم يساعد الأشخاص اللي عم يكتشفوا مواهبهم بالرسم أو اللي بيحبوا يعرفوا كيف ممكن يحطوا أفكار محددة بالرسم. نعم. لأنه كل رسمة إلى فكر وكل رسمة إلى إنسبيريشن معين الرسام بيعمله. الكمبيوتر عم يساعد الأشخاص اللي ببلشوا بمرحلة الرسم على أنه يعرفوا شو طريق الرسم اللي لازم ياخدوه، والباستخدام الذكاء الصناعي والتكنولوجيا بشكل عام عم يقدروا ينتجوا شغلات سريعة جدا. نعم. وجميلة جدا للصراحة. قاعد نشوف بعض الصور والألوان مثل ما ذكرت، يعني شيء صراحة أكثر من رائع. هل نقدر نطبع الصور هذه؟ نعم. هي الصورة هي بتخصك لأنه هي تنتجت بناء على معطياتها. نعم. قابلة للطباعة، وفي أشخاص عم يبيعوها هلأ عن طريق الكريبتو والNFT. تنباع هذه الصور ولا لا؟ نعم، ممكن تبيعيها عن طريق الNFT أو الكريبتو بشكل عام عن طريق معارض الNFT. نعم. لأنه هي اللوحة صارت بتخصك، اللهم أنه الكمبيوتر عمل لك إياها، بس المدخلات هي مدخلات. مشاعر مشاعر. مشاعر. طبعاً التطبيق موجود، هو فري للأشخاص بحبوا. نعم. يجربوه دريم. المكتبة بتحوي على الملايين من الألوان والملايين من المكتبات لتقدر تخلق صور فريدة لكل شخص. نعم. مجرد ما حطيت جملة بتعبر عن مشاعرك أو عن منظر عم تشوفه أو بتوصف أي شيء حالة فيه حالة معينة، تلاقي صورة very special. والله كل شيء صار يعني حلو في عالم الانترنت وفي التطبيقات الجديدة والحياة اللي يعني فعلا. اللي كلها التكنولوجيا اللي قاعدين نعيشها. فعلا. شكرا لك عبود، يعطيك ألف عافية. فعلا.